ولمناقشة التحذيرات الأمريكية والأوروبية لإيران من خطورة عدم التعاون مع المجتمع الدولي وإمكانية الوصول إلى اتفاق في محادثات فيينا، معنا من لندن المتخصص في الشأن الإيراني السيد محمد المذحجي. مرحبا بك معنا سيد محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بكم. كيف تقرأ أولا هذه التعقيدات الجديدة التي برزت على مسار محادثات فيينا بعدما كان هناك نوع من التفاؤل أو قرب توصل لاتفاق قديم أو تفعيل الاتفاق القديم؟ هناك عثرتان أمام هذا التوافق. العثرة الأولى تتعلق بترتيبات البيت الداخلي الإيراني وفوز إبراهيم رئيسي الذي يعتبر ممثلا لتيار الحرس الثوري والمتشددين في النظام الإيراني كما يوصفون، وبالمقابل حكومة حسن روحاني التي تريد التوصل إلى اتفاق مع الجانب الغربي من خلال إدراج ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية على طاولة هذه المفاوضات، ما يتم رفضه رفضا قاطعا من قبل الحرس الثوري. أي هناك مشكلة في البيت الداخلي الإيراني حول بنود المفاوضات. النقطة الثانية تتعلق بتضارب البيت الداخلي الأمريكي. نعم. مثلا الجيش الأمريكي لا يريد التوصل بأي ثمن إلى توافق مع إيران لأنه يعرض المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة إلى خطر، ووضع شروطا منها أنه لا يسمح لإيران بإعادة نشاطها في المزارع الاستقرار في المنطقة، وهذا ما ترفضه طهران كذلك، وتقول أن هذا هو روح الاتفاق النووي كما تصفه طهران. نعم. والآن الغرب يريد من إيران العودة إلى الاتفاق النووي مقابل إلغاء العقوبات فقط، وإيران تقول أن العقوبات فرضت على إيران من قبل إدارة ترامب خارج نعم. إطار أنت الاتفاق سبقتني النووي للسؤال. فيجب نعم. إلغاؤها. سبقتني سيد محمد للسؤال التالي، هل رفع أمريكا للعقوبات عن إيران والشخصيات الإيرانية يمكن أن يفيد فيما يتعلق باتخاذ القرار بالداخل الإيراني؟ يعني حتى اللحظة إدارة بايدن عجزت عن إلغاء مرسومات رئاسية وقع عليها ترامب وفرض عقوبات على مسؤولين وقطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني. أي كان بإمكان بايدن يصدر مرسوم رئاسي آخر ويلغي هذه العقوبات. والمشكلة الأخرى تتعلق بالعقوبات التي أصبحت قانونا في الولايات المتحدة بعد مصادقة الكونغرس عليها، وهذا أيضا يصعب إدارة بايدن أن تقوم وتلغي هذه العقوبات لأنه يجب أن تذهب وتعطي تشريعات جديدة يؤيدها الكونغرس الرافض لإلغاء العقوبات على إيران. فإدارة بايدن لديها مشاكل كبيرة في إلغاء العقوبات على إيران داخليا. نعم. بالإضافة إلى ذلك هناك عقوبات أخرى فرضها الاتحاد الأوروبي، وكذلك لا يوجد أيضا إجماع بالاتحاد الأوروبي حول كيفية إلغاء هذه العقوبات على إيران. طيب، هل ما يجري الآن هو أن إيران تفكر برفع السقف لرفع مزيد من العقوبات التي فرضت عليها في الماضي مقابل العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015؟ طبعا إيران تقول أن إلغاء العقوبات شرط مسبق لأن العقوبات غير قانونية وغير شرعية كما نعم. تصفها طهران نعم. وتريد فتح يدها في الإقليم من جديد الذي يرفضه القوى الأخرى خاصة الجيش الأمريكي. هنا نتحدث القوى الأخرى وليس فقط الحكومات، لأنه في الغرب ليست فقط حكومات، مؤسسات أخرى توجد وهي ترفض إعادة فتح يد إيران في المنطقة وإطلاق ميليشياتها من جديد بشكل اللي كان عليه خلال فترة أوباما. إيران تريد العودة إلى أوباما وتقول ذلك، العودة إلى الظروف والشروط التي إيران قبلتها والجانب الآخر أي الجانب الغربي قبلها عام 2015، لكنه الآن المنطقة لا تحتمل ذلك ولا يمكن العودة إلى تلك الظروف التي كانت إيران في خلالها قوية. والآن إيران
الضعف بشكل كبير، حيث لا تستطيع أن تسيطر على الوضع الأمني داخليا. نشهد تفجير في منشأة نطنز، إغراق أكبر سفينة شحن عسكري إيرانية، وغيرها من الأحداث. على ذكر دول المنطقة والشرق الأوسط، ألا ترى أن قضايا مثل العراق واليمن وسوريا والتي تلعب فيها إيران دورا سلبيا وكذلك تهدد أمن دول الخليج العربي، هل يمكن إعادة هذه القضايا لتكون محورية ومهمة في الأوقات القادمة؟ يعني حتى الآن الملف الرئيسي الذي إيران لا يزال تؤثر عليه هو اليمن، بعدها العراق وسوريا. ملف سوريا أصبح إيران أصبحت شبه خارج عن هذا الملف بسبب التواجد الروسي والتواجد الأمريكي هناك العسكري، نتحدث عن تواجد على الأرض. الملف السوري الآن أصبح في الهامش مقارنة في الملف اليمني والملف العراقي. واليوم رأينا زيارة للرئيس المصري إلى العراق، وهذه الزيارة هي زيارة نوعية يمكن نعتبرها، لأن بعد اغتيال السفير المصري في عام 2006 قد ضعف التواجد العربي سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا في العراق، وهذه أول مرة نشهد تواجد عربي. اختلفنا مع هذا التواجد أو اتفقنا مع هذه قصة أخرى، لكن من وجهة نظر إيران زيارة الرئيس السيسي إلى العراق له مؤشرات سلبية لإيران. نعم، على كل أشكرك ونبقى في متابعة للأحداث لاحقا. السيد محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر الخط الهاتفي.